زهر عايزين تكلمينا طبعا عن دورك النهارده في الفيلم ومشاركه في فيلم غريب بالشكل ده. بالظبط. دوري والله دوري نولا بنت الاستاذ بالزاوي والاستاذ وفاء عامر. اخويا علي الشجيري برضو ممثل اول مره بس في السينما، انا اول دور اعمله في السينما، عملت دراما بس ما عملتش سينما. دوري سسبنس شويه، غريب شويه، يعني مش عايزه احرق حاجه احداث بتاعه الفيلم، بس هو مش شخصيه عاديه كده بتتكلم زينا، هي شخصيه هاديه وحصلت لها زي تيرن في حياتها كده بعد حاجه معينه حصلت هنشوفها في الفيلم. بس عايز اعرف اصعب حاجه قابلتها في الشخصيه دي. اصعب حاجه ان احنا كنت لسه بقول في ايدي كنت ان احنا كلنا كان لازم نمشي بطريقه معينه في التمثيل، بنمثل برتم هادي معين، كلنا لازم كل الابطال تمثل بشكل بطيء شويه هادي، كان مختلف شويه عليا، دي كانت اصعب حاجه. والبرد طبعا البرد، كنا بصور مسلسل حلوه الدنيا سكر مع استاذ خالد الحلفاوي، هينزل اوف سيزون ان شاء الله مع استاذ هنا الزاهي. Yes. Thank you.